السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: بعفو خاص موازين العدالة تنقلب في العراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم. احنا اعتبرنا العزاء حزانة. اريدها منك والله، اريدها منك تيدي. معيسة بقى بحياتك، وشام اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقطره سفر اللي بتكون. يقولون اغانيكم حزينه، يقولون اغانيكم حزينه، هو احنا يا عم ايش بدنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لطالما حذرت القوى المناهضة للاحتلال وللعملية السياسية في العراق ولا تزال من الإفلات من العقاب، إذ يعتبر الإفلات من العقاب هو النهج السائد لدى حكومات الاحتلال، فهي رعته ونمته وحمته من كل من يريد إحقاق الحق والعدالة في العراق. قد يرى البعض أنها مبالغة في الوصف، لكن ما قوله عندما يصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا عن تاجري مخدرات، بل ومن يوصله بإصدار العفو هو رئيس الوزراء. نعم، هذا ما حدث خلال هذا الأسبوع، إذ أوصى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي إلى رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال برهم صالح من أجل أن يصدر عفوا خاصا عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المداني بقضية تجارة المخدرات، وهو ما حدث، حيث أصدر برهم صالح المرسوم الجمهوري موقعا ومختوما منه شخصيا، وبعد أن فضحت هذه الفعلة في كل مكان داخل وخارج العراق، خرج مكتب رئيس الجمهورية ببيان أقل ما يوصف بأنه زاد الطين بلة، حيث قال المكتب إن رئيس الجمهورية أمر بالتحقيق في المرسوم الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وأن برهم صالح يقف ضد تجارة المخدرات بكل حزم وقوة. بربكم مشاهدين الكرام، متى رأيتم رئيس جمهورية يحقق بمرسوم أصدره هو شخصيا؟ وكيف له أن يقف بكل حزم أمام تجارة المخدرات وهو كان قد أعفى عن تاجر مخدرات قبل قليل؟ بعد هذه الفضيحة طلب برهم صالح سحب المرسومين الجمهوريين وإعادة القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري ومن معه من شركاء الجريمة، لكن المصادر تشير إلى هروب تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري خارج العراق، وهو ما يدفعنا للتساؤل. إذا صحت هذه المعلومات، ألا يجب أن يحاكم برهم صالح ومصطفى الكاظمي بدل تاجر المخدرات الهارب؟ وهل سيغلق الملف وينسى مع الأيام، أم أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم؟ وأيضا في ظل حديثي عن صفقة سياسية أبرمت بين الأحزاب من أجل السيطرة على منصب محافظ النجف في المقابل الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، كيف يمكن بناء العراق وهناك صفقات سياسية تقلب الباطل حق والحق باطل في سبيل تحقيق الغايات الشريرة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام نطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها. قبل أن نبدأ بتفاصيل حلقتنا بقراءة بعض الأخبار، نود الآن معكم أن نشاهد صور للعفو الخاص أو المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو، ولكن لنشاهد أولا التوصية
التي أوصى مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية من أجل أن يتم العفو عن تاجر مخدرات. لنشاهد معا هذه الصورة أمام حضراتكم مشاهدينا الكرام الآن، الصورة إلى رئيس الجمهورية، توصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأمامكم النص كما هو موجود على الشاشة. جواد لؤي جواد الياسري نجل محافظ النجف السابق، ومعه شركائه محمد علي فاضل ومحمد المصطفى جابر هاشم. الموافقة حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وافق على شمول المدانين بالعفو الخاص، وترافق ربطا صورة قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوة الجزائية المرقمة كذا عن محكمة جنايات الكرخ الخاصة بالمدانين آنفا. نرجو أن تتفضلوا بالاطلاع وأخذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين آنفا ما لم يكونوا محكومين على قضايا أخرى. رئيس الدائرة القانونية بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. نتابع الآن المرسوم الجمهوري الذي ما لبث أن صادق عليه برهم صالح بسرعة البرق، في حين أن الأبرياء يقبعون في السجون منذ سنين لم يحاكموا ولا يعرفون ما هي قضاياهم. لنتابع الآن المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو الخاص الذي أصدره برهم صالح رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال عن تاجر المخدرات جواد لؤي جواد الياسري نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري. انظروا معي مشاهدينا الكرام وركزوا في المرسوم الجمهوري. أولا يعفى، ثانيا على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ثالثا ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره. من منكم رأى مرسوما حاسما فوريا للإفراج عن الأبرياء في العراق؟ ما الذي يمنع أو ما الذي منع هذه الحكومات من الإفراج عن الأبرياء الذين يقبعون في السجون بلا ذنب ولا قضية؟ هل العدالة في العراق مشاهدينا الكرام بهذه الطريقة تسير؟ أن يقلب الحق باطل والباطل حق؟ أن يعفى عن تاجر مخدرات في حين شباب العراق الأبرياء الذين قاوموا الاحتلال، الذين خرجوا متظاهرين ضد الظلم والفساد، يقبعون الآن في السجون والمعتقلات، يشاهدون ويعيشون ظروفا قاسية جدا وصعبة جدا، وتمارس عليهم أشد أنواع العذابات. لماذا لم يحرك ساكنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهام صالح اللذين يتحدثان عن بلد تسوده العدالة والنظام العادل والاستقرار والسيادة والقرار المستقل وغيرها من هذه الأمور؟ طيب، ثم هل سحب المرسومين الجمهوريين اللذين قام برهم صالح بسحبهما والمطالبة بإعادة إلقاء القبض على تاجر المخدرات تشفع له بعد الفضيحة التي قام بها هو ومصطفى الكاظمي وكل هذه الحكومة التي شاركت في إصدار هذا العفو الخاص؟ هل تشفع له أنه قام بالإفراج عن تاجر مخدرات؟ هل تشفع له أنه اخترق مواد الدستور، خرق مواد الدستور الذي هو من المفروض حامل دستور، قام بخرق المواد هذه من أجل أن يفرج عن تاجر مخدرات، غير آخذ بعين الاعتبار أي من القوانين ولا الأنظمة ولا البنود الموجودة في الدستور، بل حتى وكأنه وقع على المرسوم دون أن يعرف وقع على مرسوم من؟ مشاهدينا الكرام، هذه التساؤلات تطرح بشأن هذا الموضوع، نود منكم المشاركة للإجابة. كيف للعراق أن يبنى في ظل وجود هؤلاء الذين يتقاتلون على المناصب؟ برهم صالح الآن مستقتل في سبيل الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، مصطفى الكاظمي كذلك يذهب إلى مقتدى الصدر، يذهب إلى شمال العراق، يلتقي بهذا وبذاك من أجل أن يحصل على ولاية ثانية. هل هؤلاء يستحقون أن يحكموا العراق دقيقة واحدة وهم يفرجون عن المجرمين، عن من هدد أمن العراق، عن من يهدد حياة شباب العراق، عن من يقود شباب العراق إلى التهلكة بسبب المخدرات والسموم التي يدخلها ويصنعها داخل العراق، مثل نجل محافظ النجف الذي استغل سلطة والده بالطبع، حماية وحصانة وأموال وسلاح ومن يستطيع
ولولا أن تم الإلقاء القبض عليه متلبسا لما علم أحد بهذه القضية. خلونا نشوف هذه اللقطات التي يتحدث فيها مواطن عراقي عن عملية إفراج الحكومة عن تاجر مخدرات، لنشاهد. السلام عليكم. هذا الفيديو بخصوص العفو الخاص اللي أصدره رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء عن ابن محافظ النجف السابق لؤي الياسري. هذا العفو الكارثة بمعنى الكلمة نزلت على الشعب العراقي. هذا العفو استند به برهم صالح برهومي على المادة 73 من الدستور اللي تقول بتوصية من رئيس الوزراء يصدر رئيس الجمهورية عفو خاص ويستثنى من ذلك الحق الخاص. تعرفون شنو يعني الحق الخاص؟ يعني ابن لؤي انحكم على المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. هاي المادة اللي ما تقبل الكفالة، هاي المادة يعني المخدرات لا يجوز للمدعي العام بالتنازل عنها، يعني المدعي العام الناطق الرسمي عن الشعب العراقي، الناطق الرسمي عن المجتمع. وجريمة المخدرات من الجرائم الماسة بأمن الدولة والمجتمع، يعني إلا المجتمع كله يتنازل عن هذا الحق يلا يقدر برهم صالح يصدر عفو خاص عن ابن محافظ النجف المتهم بالمخدرات. شلون صارت هاي؟ حتى لو نقولك استثناء أكمل نصف محكوميتي أو ثلثها، لا هاي صايرة ولا هاي صايرة ولا هاي صايرة. شلون أصدرت قانون العفو عن هذا المجرم؟ هذا مجرم وفق القانون العراقي، يعني أنتوا ضربتوا القانون العراقي والقضاء العراقي عرض الحائط. ما احترمت الشعب، احترمت كراسيكم واحترمتوا الكلام اللي منطيه الأسيادكم اللي خلوكم بالمناصب. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ويجب على الشعب العراقي لا يسكت عن هذه الجريمة. هذه جريمة ماسة بأمن الدولة وبأمن المجتمع، وأخطر من الإرهاب وأخطر من كل شيء المخدرات، وخصوصا في هذا الوقت مع العلم تم العثور على 6 كيلو مع نجل محافظ النجف الذي أدين وتمت التهمة عليه من قبل القضاء العراقي مشكورا وحكم بالمؤبد. واليوم نشوف برهم صالح يطلعه مع الأسف. اللي دمرت انت، نقول حامي الدستور، انت دمرت الدستور ودمرت اليمين مالتك. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال الاتصالات، لكن أود الآن أن يعرض الشباب في الكونترول المقطع هذا الذي يثبت المخدرات التي كانت بحوزة نجل محافظ النجف لؤي الياسري السابق. طبعا السلاح، الهويات المزورة، كمية المخدرات. مشاهدينا الكرام ركزوا بالصور، ونستقبل عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، التسامع بالمثل العراقي اللي يقول نعم زرزور كفر عصفور وثين الخيار. فمن رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، واحد يدفع عن آخر. نعم. مع الأسف الشديد هو هذا وصل حال العراقيين. نعم. لأنه واحد من نظام سياسي ليحميهم. بالنسبة للحكومة الحالية يا أستاذ محمد، كل شيء تعرف ويعرف المشاهد بأنه هي حكومة تصريف أعمال. نعم. لا حق لها، لا تأخذ اتفاقيات ولا معاهدات ولا أي إجراءات تتخذها، لأنه تصريف أعمال، هذا هو القرض. لكنه لما حكومة تصريف الأعمال تتجسر على حقوق العراقيين وعلى عقول العراقيين وعلى ضمير العراقيين، وتستهتر بحقول العراقيين لأن تقفوا عن إنسان مجرم، هذا بوفق المادة 73. يعني هذا من الجرائم الدولية أستاذ محمد. التاجر المخدرات هذا إعدام، هذا مو مؤبد، هذا إعدام، هذا لأنه هذا قتل الناس جميعا. هذا يعني إنسان مجرم قاتل، يعني اللي يدخل مجتمع بحاله، هذا شنو هذا؟ يعني ما أعرف. المفروض هسه إحنا
يعني عندنا قانون وعندنا يعني سلطه قانون. سيد عبد الرزاق بس سؤال، بس سؤال، عندي سؤال لو سمحت. حضرتك تشاهد القناه الان؟ نعم. عرضوا لنا اللقطه يا شباب لو سمحتوا. خليكم يا سيد عبد الرزاق. نعم نعم. انا شنو قصدي، هاي اللقطه اللي بيها سؤال لحضرتك، هل يعقل انه يفرج عن شخص يحمل كل هذه المخدرات والهويات المزوره والسلاح ويعتقل الطفل اللي ماخذ له باكيت كلينكس يحبس سنه كامله؟ هل العداله في العراق بهذه الطريقه؟ هل يستحق هؤلاء ان يحكمون ان يحكموا العراق دقيقه واحده ثانيه واحده بعد هذه الفضائح؟ يفرج عن شخص لديه كل هذه المخدرات التي تستهدف شباب العراق وامن العراق واستقرار العراق وتلتفت العداله، خلينا نحطها بين قوسين، والقضاء يلتفتون على المواطن البريء، المواطن البسيط، صاحب البسطيه اللي يتسول في الشوارع، اللي باني له طابقتين في مكان لانه الدوله ما وفرت له مكان يبني عليه. هل هذه هي العداله؟ سؤال محمد. بالنسبه للعداله، وجود هذه الحكومه او القضاء مفقود، العداله مفقوده، اصلا القضاء مارتنا ما خلتنا اكمل. القضاء مارتنا مو قضاء قانون ودستور، قضاء محكمه سياسيه او قضاء سياسي اشبه بتشخيص النظام مثل ما موجود في ايران، فهو قضاء سياسي. يعني دائما يحكم من جانب السياسيين والكتل السياسيه، لانه لو هذا عنده فعلا القضاء يدافع عن حقوق العراقيين وعنده مدعي عام، لكن هذا ما يطلع. كان اللي بحث عنه واللي طلع من السجن وهو يدخل اللي اهتموا يقول لك الشر هذه كحلى عماره. يعني برهان صالح احترف بالخطا، ما تقول يا ربي خالد احترف بالخطا، بس المفروض هو يقدر بالسجن. اذا عندنا فعلا عندنا قضاء هو يقدر بالسجن الى ان يرجع يكون هذا شو اسمه هو هذا ابن محافظ النجف يسموه يرجع للسجن لا يطلع برا الصالح اذا فعلا عندنا قضاء. ومصطفى الكاظمي ما عندنا قضاء. نعم سيد عبد الرزاق، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومصطفى الكاظمي كذلك، لأنه هو الذي أوصى إلى رئيس الجمهورية أن يتم العفو عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف. أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أخر قبل شوية أخي المتصل يقول احترموا الدستور واحترموا القضاء واحترموا القانون. نعم أخي، هو شنو يعني يعني يصور اكو حكومه بالعراق حتى يحترمون الدستور؟ كومه ميليشيات عصابات مجرمين قتله جاي ينفذون اوامر الارهابي خامنئي، ولا اي قضاء بالعالم اي قضاء بالعالم يطلع عفو خاص الواحد تاجر مخدرات؟ مو بس مخدرات اخي، هذا جواد لؤي الياسري ابن محافظ النجف سابقا. هذا مشترك بتجارة سلاح. هذا ليش طلعوه اخي؟ الان مصيبة صارت بيناتهم. المصادر تشير الى انه هرب خارج العراق. نعم، الان بالسويد، وانا اتصلت بجماعتي بالسويد زين، راح يطلعون لافتات وراح يطلعون صوره يطبعون صور وراح يوقفون امام الهجره يطالبون الحكومه السويديه الان بالسويد. هو مو بس مخدرات اخي، سلاح وفلوس. سيد ابو علي، اذا صحت هذه المعلومات وطلع فعلا هو مهرب خارج العراق، نعم المفروض نعم. المفروض مو المفروض يصير مثل ما قال السيد عبد الرزاق من بابل، يجون بمصطفى الكاظمي وبرهم صالح يذبوهم بالسجن الى ان يرجعوا لتاجر المخدرات، يلا يتم الافراج عن هؤلاء اللي افرجوا عن تاجر المخدرات. مو المفروض هذا اللي يصير؟ هذا الشيء بدي يسوي هالشيء القضاء مسيس، القضاء تابع لايران. ها طارق زيدان اليوم صدر قرار راح يعطي رواتب شهداء ايران. تفضل الايران
رواتب شهداء الايران يعتبروهم شهداء، دول اللي قتلوا الشعب العراقي بسنه 88 ايام الحرب العراقيه. منو اخي؟ من يحكم دولة؟ الا الشعب العراقي يدخل الى الخضراء يسحولوهم بالشوارع. كافي بعد تقتل على هاي المجرمين القتله يوميا مطلعين فضيحه، ويطلع لي هذا شو اسمه هذا صلاح الطلقاني على المنبر، يصعد لي على المنبر يقول هاي دوله شيعيه، هذا حكم شيعي. خسئ انت وعمامتك، احنا شيعة العرب نتبرى منكم، انتم لا تمثلون الشيعة الاصلاء، انتم تمثلون شيعة خميني وشيعة السستاني وشيعة مقتدى وشيعة الحكيم، انتم كومة مجرمين لصوص ارهابين دواعش. شيعة العرب براء منكم ومن اجرامكم ومن افعالكم. الله وكيلك، راح يجيكم يوم تستحولون بالشوارع وتصيرون عبرة لمن اعتبر. نعم. يا مجرمين، يا قتل، يا ارهابيين، يا دواعش. شكرا يا ابو علي. اسعد اسعد شو اسمه المدرسي يقول هاي دوله الحسين، هاي دوله المهدي. لك هاي دوله الحسين يا تافه؟ هاي دوله الحسين؟ كل مجرمين قتل ارهابيين يطلعون براءه، وعندنا ابرياء بالسجون، اهل الانبار واهل الفلوجه، اخواننا واهلنا اهل الموصل، ابرياء شباب مثل الورود بالسجون الان. والمتظاهرين تصور المتظاهرين بالسجون، المتظاهرين يطلبون ابسط حقوق الانسان يحطوهم بالسجون ويطلعون براءة، يطلعوهم مجرمين قتل ارهابيين. طبعا ابو علي انا اشكر حضرتك، اكتفي وياك بهذا القدر. ويانا ابو كرار من بغداد، تفضل يا ابو كرار. فقدنا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موجود. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو كرار. استاذ العزيز، نعم. إذا أكو كارثة كبرى حلت على رؤوس العراقيين هي هاي الكارثة. زين؟ يا هي. أعطيك هاي هذا الحشاك القدر، ابن القدر. أبو كرار، سيد أبو كرار، سيد أبو كرار، بس لو سمحت بدون تجاوز، لو تكرمت تفضل. إي صار، أقول لك حبيبي. نعم. الحقوة الكلها أماقة وشاكة على الموضوع، ما عدا حركة امتداد بالمجلس الوطني استنكرت هذا الموضوع. من هي حركة امتداد؟ لا طلع مقتدى السر. من هي هاي حركة امتداد؟ لمن تمثل؟ هذول المستقلين، مدري شو اسمه لهم. طيب عموما هاي مو موضوعنا، كمل كمل يا ابو كرار، كمل تفضل. مقتدى الصدر ولا الحكومه ولا الامان. نعم. ولا رؤساء الاحزاب جابوا لها طاري نهائيا. لو ما الله سبحانه وتعالى والناس الشرفاء يكشفون هذا الموضوع، ما انكشف، كان راح وانشرب عليه المي وطلعوا هم اهل الراي على العراقيين. نعم. بعدين وين اكو التاريخ؟ هاي عندك دول العالم كلها، شنو حصلت موافقة رئيس الوزراء؟ ما يجوز هذا، غلط، ما يجوز. شنو يضحك على الشعب انه سحب شو يسموه ذاته الاعفاء، بدل مال القرارات مال الاعفاء رئيس الجمهوريه؟ عليه من قاعد يضحك؟ وهذا القرار ما يلغي الا بقرار، غير يصدر اوامر قرارات تلغي قراراته. زين. طيب طيب ابو كرار، هو السؤال لو سمحت، هو سيد ابو كرار لما طلع وطلب بسحب المرسومين الجمهوريين وايقاف العمل بهما واعاده تاجر المخدرات ومن معه الى السجن، هو رئيس جمهوريه وعنده رئيس جمهوريه وعنده مستشارين قانونيين وعنده خدم وحشم وحاشيه، ما حد فهمه قال له انت اذا تفرج عن تاجر المخدرات، لو هو بعدين من انفضح يلا رجعهم. لا، وهاي حتى بالقانون هاي ما لها قيمه. نعم. قانون ما لها قيمه. سحب القرارات ما لها قيمه. وانت اسم قانوني بيها. نعم. زين؟ ما تسحب هاي الا يصدر قرارات، كل هاي القرارات. نعم. زين؟ وهاي القرارات اللي اصدرها لازم يصدر قرارات عليه هو رئيس الجمهوريه. نعم. زين؟ هو رجل
هذا قلت لك رجل إيراني ومتصل بإيران وربع إيران والله لا يوفقه والله والله يجعله بعمره وشون حلف أمام الشعراني وشون حلف أمام الناس وشون زين بس يتسوى هاي حظه ونحمد الله وليه. شكرا يا سيد أبو كرار من بغداد، أشكر حضرتك. ويانا سيد محمد من كركوك، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد الشاعر يقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. يعني صفقة تمت يعني وسبب تشبت بالسلطة وحب السلطة. نعم. وليس حب خدمة البلد. من يؤدي اليمين على أن يكون حامل الدستور وخادم للبلد يفترض أن يكون آخر واحد يعطي عفو لتجار المخدرات. نعم. لأن أنت قضاة تقتل من وراء المخدرات وأنت تكافئ. نعم. تكافئهم هالشكل بعفو عن المخدرات. سامع بيوم بحياتك بأي دولة بالعالم أنه رئيس جمهورية بعد ما أصدر مرسوم أمر بالتحقيق بهذا المرسوم؟ وين صايرة بالدنيا أنه رئيس الجمهورية يحقق بالمرسوم مالته؟ أستاذ محمد مو الأمر بالتحقيق، أستاذ محمد هربوه بعد ما اتفقوا على صفقة أنه هربوه خارج العراق. نعم. هربوه خارج العراق، يعني نجحت العملية ولكن مات المريض. لا لا ماشي، يعني سحب المرسومة وعدم سحب لا يجري. نعم. أنا مو قصدي هذا الكلام، أنا قصدي شنو هالرئيس الجمهورية اللي يقف وقفا حاسما حازما ضد المخدرات ويفرج عن تاجر المخدرات ويصدر مرسوم جمهوري ويطالب بالتحقيق به؟ هي لعبة هاي دولة لو شنو؟ شلون تسير هاي الدولة إذا هؤلاء هم اللي يحكمون؟ الصفقة تمت وفق التشبث بالسلطة لا أكثر ولا أقل، يعني مستعدين يعفون حتى عن زين المحارم في سبيل أن يبقون بالسلطة حتى تأيدهم ناس يبقون بالسلطة لا أكثر ولا أقل. طيب ذولا اللي يحكمون العراق اللي يصدرون قرارات بتوصية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ليش ما أوصى رئيس الوزراء بالإفراج عن الأبرياء الموجودين بالسجون ونفذ رئيس الجمهورية فورا؟ ليش ما أوقف تنفيذ أحكام الإعدام اللي دا تطلع ضد معتقلين كل أحكامهم باطلة لأنها لا تستند إلى دليل قانوني، أخذت الاعترافات بالتعذيب ويعاملون معاملة غير إنسانية؟ شلون يصادق على أحكام الإعدام بهالظروف غير القانونية؟ وليش ما يصدر عفو عام عن الأبرياء؟ ليش هو قادر بس أنه يوقع على أحكام إعدام بطرق غير قانونية ويصادق على الإفراج عن المجرمين؟ على فكرة العفو الخاص هذا مو الأول، برهم صالح وقبله أفرجوا عن كثير من المجرمين بعفو خاص صفقات سياسية، لكن هاي سببت كان بها ضجة كبيرة نوعا ما، فالموضوع مو أول مرة. أستاذ محمد ما نريد إحنا يفرج عنهم، نريد يعيد التحقيق بآلاف الأبرياء. نعم. يعيد التحقيق، مجرد إعادة التحقيق لا يفرج عنهم أشياء. نعم. أنت تفرج عن تاجر مخدرات وفق مرسوم وآلاف المغيبين ما تعرف مصيرهم وين وآلاف الأبرياء قابعين بالسجون. نعم. أي ضمير أي وجدان؟ نعم. سيد محمد محمد أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من كركوك. مشاهدينا الكرام، برهم صالح استند على المادة 73 من الدستور التي تعطيه الصلاحية بالعفو الخاص عن من يريد إلا في حالات معينة، الحق الخاص والجرائم الدولية وقضايا الإرهاب. هذه القضايا لا يستطيع رئيس الجمهورية بكل صلاحياته أن يفرج عن متهم أو مدان بهذه القضايا أو بهذه الجرائم. وفق الأمم المتحدة والقانون الدولي فإن هناك اتفاقيات دولية ومواثيق ومعاهد أقرتها الأمم المتحدة، معاهدات أقرتها الأمم المتحدة متعلقة بدولية قضايا تجارة المخدرات. المخدرات جريمة دولية ليست فقط محلية، هي عابرة للحدود بحسب تصنيف الأمم المتحدة، إذن هي تبطل عمل المادة 73 من الدستور اللي استند عليها برهم صالح بإصدار العفو الخاص عن نجل محافظ النجف. والسؤال،
بأي سند وبأي حق قانوني عمل برهم صالح أثناء توقيعه على هذا العفو؟ وكيف برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة تصريف الأعمال الذي ليس من صلاحياته أن يطالب بعفو خاص، كيف له أن يوصي إلى رئيس الجمهورية بهذا الطلب وهي خارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بحسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء؟ نظام الداخلي لمجلس الوزراء المادة 42 الفقرة الثانية، ليست من صلاحيات رئيس الوزراء أن يصدر أحكام العفو الخاص أو يوصي بهكذا توصيات. إذن هذين الشخصين أو هذان الشخصان استندا على أي سند قانوني لكي يقوما بالإفراج عن تاجر مخدرات؟ ويانا كرار من الناصرية، تفضل يا كرار. نعم أستاذ، هذا المصرح كان لك والجمهور قناة الرافضين الفضائية. حياك الله. أول نقطة، السياسيين اللي هم بالمنطقة الخضراء فيهم ما يفكرون بالقانون اللي يستوق أنت تطرقت لي، وهم لا يفقهون في القانون شيء. يعني لو كانوا يفقهون في القانون شيء ولو هم يدعون أنهم دارسين تجاه قانون وفتهمون بالقانون، ما كان أصدر برهم صالح هذا اللي عفوا عن والنوضع خاص يعني على بين فرقة سياسية. زين أنت لا ترجع للعمارة القاضي اللي قتلوه التاجر اللي هو كان جسمه عفوا قاضي مال المخدرات اللي قتل، طلعوا القاتل ماله من نجيل كاظمي وزار مدينة العمارة، لو سند عليه طرفين اللي هم العصائب واللي وسرايا السلام لمن قعدوا واتفقوا وكأنما ماكو لا حكومة ولا اكو دولة ولا قانون لا اكو رئيس وزراء ولا اكو رئيس جمهورية، ما طلعوا القاتل ماله، تروح انت كل هيك كل برود انه تعفو عفو خاص اللي بالمحافظة النجف على تشنو استندت على انه اكو سند قانوني اللي اذا هم من 2003 لحد الان ما يعملوا بالقانون، يعني ياخذون الفقرات اللي يردونها هم يعني مثل القانون من تجي مراتب رفع يقول لك لا هذا قانون مصوتين عليه، من تجي على الحاشيه يقول لك لا هذا احنا قانون مصوتين عليه، بس من تجي لهم من قطع برهان صالح عفوا على يد النجف ما يتهمون هذا القانون، يغضون النظر عن القانون كانما القانون هو من جانبهم يعني من عزهم. نعم. يعني لذلك يعني شلون يطيع عفو عام على ابن سيد كرار؟ اذا استمرت هذه الحكومات اللي موجوده حكومات الاحتلال بحكمها وهي تمشي بهذا النظام وبهذا القانون انه تخالف القانون، تنتهك مواد الدستور اللي هي حاطتها، تقلب الحق باطل والباطل حق في سبيل تحقيق المصالح، يعني الافراج عن نجف محافظ النجف السابق صفقه سياسيه، مقتدى الصدر يريد محافظه النجف، لؤي الياسري قال أنا موافق أستقيل في سبيل يطلع ابني. طيب إذا الدولة تمشي بهاي العقلية وبهذا النظام، كيف ممكن إنه يبنون دولة؟ هم ذولا اللي يقولون إحنا بنات دولة، شلون يقدرون يبنون دولة وهم يسيرون وفق هذا النظام وهاي السياسات اللي يلعبون بها على القانون، اللي يزورون اللي يزيفون حتى في سبيل تمشي مصالحهم؟ شلون العراق حينبني؟ لا استاذ كدولة ما اقول لهم هذا الدليل، هاي اللي شنو اللي بنوهم صار 18 سنه، شنو اللي عمروه، شنو من قانون خلوه؟ عندك تجي المناطق الجنوبيه تلقاها كلها عشائر وسلاحه وسلاحك وشيخ فلان شيخ علان ومخدرات وهذا الرقيق الي وهذا التجاره الي وهاي الشركه الي وهذا الطرق الي والامازونيات يصير رمي ويصير سال الشارع. تجي المناطق الوسطى تعاني من الفقر والجوع والحرمان المثنى والسماوضه، تجي بالمناطق الغربية تلقاها كلها مغيبين وهذا لا تحكي بين هذا الحلبوسي وهذا الخنجر وهذا فلان وهذا علان وجعله تطول الداعش لا يدخلون لك الميليشيات تجي وحشد وما حشد، وتجي كردستان بسمرقه وشنو القانون اللي في الحكم من 2003 لحد الان؟ اي قانون عملوه به؟ اي شيء سووه للمواطن؟ اي قانون مشي عليه المواطن يوم يمشي عليه؟ لا يبنون دوله. الحزب الاحزاب الاسلاميه الشيعيه بالعراق كلها ما بنت اي دوله، وهذا التاريخ راح يظل تسجيلهم التاريخ راح ينعكس لاخر لعنه، يعني من تيجي تقرا فقرات التاريخ راح تلقى انجز فتره مرت على الشعب العراقي وعلى هي هاي الفتره اللي عانت فيها الويلات معانا من الشعب العراقي، لا هو ابو شيعي مرتاح ولا هو حسب ما يقولون هم، احنا بعيد عن هاي المسميات وبعيد عن هاي الطوائف، كل الطوائف المسميات على عيننا وعلى راسنا، العراق من شمال للجنوب هو مواطن عراقي بغض النظر عن هو من كان، بس اللي هم من اجوا من فرقوا بين هذا السنه وهذا الشعب.
تروحي تسني المواطن شنو مستفى؟ ما مستفى شيء. تجي المواطن شنو هو المستفى؟ ما مستفى شيء. بالتالي المستفى مستفى الحلبوسي والكربولي ومستفى الضخم صالح ومستفى المالكي ومستفى هذول مكتب الصدر ومحمد حكيم هذول المستفادين. بالتالي الشعب ما مستفى صدقوه. لو تعترف الدولار صعدوا على المواطن المخدرات اللي يدخلونها وبعدين اسمها نسيت يعني هذه مستاجر المخدرات يعني يعقل اطلع غير حاكمي قدام الناس قدام العلن يصبح نسبه المخدرات الى 55% وطاقه الاكثر اللي تروح انت تصدر عفو عني وعفو شنو يا ريت لو عن عفو خاص يعني شلون تصير هاي لان يعني الشعب شلون راح يثق بيهم يعني الشعب لما يطلع راح يتواجهونه بالقمع والقتل والرصاص يعني لا متى نظل هاي الحكومه التعبانه لا متى نظل هذا الفشل اللي يكون هاي السياسيين الفاشلين التعبانين يعني مع كل الاسف العراق ذي يمتلك من الطاقات الهائله والكميات الهائله من الخبراء والمهندسين والدكاتره والاطباء ويعني ويحكموا ذلك انا اشكرك سيد كرار من الناصريه شكرا جزيلا لحضرتك ويانا ابو عائشه من كركوك تفضل يا ابو عائشه السيد ابو عائشه من كركوك موجود طيب نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود لنكمل الحديث بموضوعنا لهذا الأسبوع عن العدالة الغائبة عن العراق نراكم بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الميثاق الوطني العراقي كان قد استنكر إطلاق سراح تاجر المخدرات جواد الياسري نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قالت إن العفو الرئاسي عن تاجر المخدرات جواد الياسري وإحراق مستشفى الهندية في كربلاء هو نهج حكومي متواصل منذ عام 2003 أضافت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أنه كان حريا ببرهم صالح المنتهية ولايته أن يتدخل لإطلاق سراح آلاف الأبرياء من القابعين في السجون ظلما وبدوافع طائفية مقيتة وبتهم الإرهاب ووشاية المخبر السري أو على خلفية مشاركتهم بتظاهرات تشرين بدلا من ترسيخه ظاهرة الإفلات من العقاب عبر إصدار عفوه عن المجرمين لماذا لم تقم حكومات الاحتلال المتعاقبة وهي لديها الصلاحيات وبإمكانها بجرة قلم أن تفرج عن من تريد لماذا تركت الأبرياء يقبعون في السجون إذا كان برهم صالح يقف بحزم أمام تحديات المخدرات وتجارتها كما نص بيان رئاسة الجمهورية أين هو عن الأبرياء أو من الأبرياء الذين يقبعون في السجون بلا تهمة بلا قضية بوشاية من مخبر سري بدوافع طائفية بدوافع انتقامية تعذيب وإهانة وتجويع وإهمال طبي وتسرق ما يخصص أو يسرق ما يخصص لهم ويسرق ما يأتيهم من ذويهم عن طريق السجانين والحراس والضباط وغيرهم وتعذبهم الميليشيات والأجهزة الحكومية في الزنازين وفي السجون أبشع أنواع التعذيب وهو كله موثق طبعا موثق بالتقارير الدولية التي لا طالما ولا تزال تستمر بالخروج بين فترة وأخرى تؤكد حجم البطش والظلم الموجود داخل السجون الحكومية والميليشياوية فلماذا لا تستخدم هذه الحكومات الممثلة حاليا بمصطفى الكاظمي وبرهم صالح والحلبوسي
لا يستخدمون هذه الصلاحيات والتوصيات من أجل الإفراج عن الأبرياء. لماذا هم يفرجون فقط عن المجرمين؟ ليرسخوا فعلا مبادئ الإفلات من العقاب التي يصرخ المواطن العراقي في سبيل إنهائها ومحاربتها. معنا اتصال السيد محمد من أمريكا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي سيد محمد. دول هم عصابة، دول تجار مال المخابرات مال المخدرات العتو. هم دول وناهم كل نيران، لا برهم طالع لا كاظمي. عند الأبرياء كلهم بالسجون كثيرة محمد. الأبرياء ما عندهم شيء كثير، دول خارج يطلع ابن المحافظ يهزمه خارج العراق. عمي يا حكومة هاي عمي كلها ميليشيات والعصابات. هم كلهم عصابات عمي، لا حد يقول الحكومة. دول تجار المخدرات عم اللي شيء عدوله دمروا البلد، الله يدمرهم ان شاء الله. انا برهم طالع شو هذا المجرم ابن المحافظ والفقير. شو ليش ما يطلعون الفقير ابن الخايبه؟ كل شيء ما عنده الله اربع ارهاب السني وابن هذا يطلعوه يهجموه غير ربله. عم قبل الجيش دوله برهم طالع الكاظمي وهذا الحلبوسي. عم هذا الحلبوسي الان ما محكم على السنه، هذا واحد مجرم. سيد محمد، سيد محمد سؤال لو سمحت. سيد محمد منطقيا اليوم اذا اليوم الحكومه افرجت عن تاجر مخدرات مثلا او عن اي مجرم وهو عنده الصلاحيات وعنده القدره، واكو احتمال انه ممكن تصير ضجه على هذا الموضوع، تتوقع يبقى بالعراق لو يطلع برا العراق؟ يهزمون خارج العراق لغاية الآن الحكومة قالت برهم صالح قال رجعوه للسجن بس ما رجع، طلع بسرعة بس ما رجع بسرعة مثل السرعة اللي طلع بيها. طيب هذا إذا ما رجع احتمال كبير يمارس نفس المهام، يرجع يمارس تجارة المخدرات، يروح ممكن إلى إيران، يروح إلى دولة ثانية. هو تاجر مخدرات عنده 100 طريقة وطريقة، يعني اكو احتمال ثاني انه يرجع ضرره على العراق. طيب هذول شلون هيك يفلتون بلا محاسبه؟ شلون اصلا رئيس الجمهوريه ما يتحاسب هو ورئيس الوزراء؟ هو لازم هذا برهان يتحاسب. هو هذا هزموا تبري وين لبنان ويا حزب الله يهم المخدرات. شوف السعوديه الى الدول العربيه كثير اللهم اتفاقيه برهان صالح. وانا خلي رئيس الجمهوريه حيث أكبر ما تقول ما خليت أبحث. تقول لك محمد دولة حسالة، ليس الحكومة حسالة دمروا الشعب. الله يدمرهم دنيا وآخرة. أحيي قناة الرافدين والكادر، أحيي المجاهدين الأبطال، الله أكبر. شكرا يا محمد من أمريكا، شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، منظمة إنهاء الإفلات من العقاب قالت إن تبرئة نجل المحافظ النجف السابق المحكوم بالاتجار بالمخدرات بعفو رئاسي خاص يكرس أوضح صور الإفلات من العقاب للمتنفذين وذويهم في العراق. القضية مو بس قضية أنه هو ابن محافظ النجف، القضية أكو محافظ النجف بالموضوع. محافظ النجف اللي يعلم لابد أنه يشوف ابنه دا يستغل السلطة، يستغل سلطة أبوه المحافظ ويروح يمارس تجارة المخدرات، يشتغل بهذا الشغل، هويات مزورة، سلاح وحماية. الأب أيضا يجب أن يحاسب، مو بس لأنه ابنه تاجر مخدرات، بل على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء محافظة النجف، طلع منها مثل الشعرة من العجين وما حد حاسبه لؤي الياسري على انتهاكاته. استغلال السلطة وتشجيع الفاسدين من أبناء المسؤولين وغيرهم على ارتكاب الجرائم لأنه يعلم أنه أبوه ممكن ينهي المشكلة بصفقة. هذه الصفقات السياسية هي التي نتحدث عنها اليوم مشاهدينا الكرام، التي قلبت الموازين والتي جعلت الباطل حقا في نظر هؤلاء. المنظمة، منظمة الإفلات إنهاء الإفلات من العقاب، قالت إن مرسوم العفو يتعلق بجرائم المخدرات التي راح ضحيتها عدد من منتسبي قوات الأمن الداخلي والقضاء وآخرها اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي، مبينة أن هذا العفو الخاص يعد مؤشرا على تفنيد جهود السلطات الحكومية لردع جرائم المخدرات. أفرج عن مجرم وعن تاجر مخدرات بجرة قلم وأنهى بهذا التوقيع وبالختم الذي وقعه أو وضعه على الورقة، أنهى مكافحة تاجر من تجار المخدرات،
أنهى عمل مجموعة من الضباط الذين أرادوا إيقاف هذه الجرائم، أنهى جهود ومساعي بعض الوطنيين بعض الشرفاء الذي لديه حس وطني في ممارسة عمله بأن يوقف تاجر مخدرات عند حده ويمنع خطره عن أبناء العراق، أنهى هذا الموضوع بجرة قلم. ألا يجب أن يحاسب برهم صالح؟ ألا يجب أن يحاسب مصطفى الكاظمي على هذه التوصية؟ ألا يجب أن يحاسب هؤلاء وأرقامهم الحكومية تتحدث عن 50% من شباب العراق يدمنون على المخدرات؟ مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.